دعونا نقوم بحل المزيد من المسائل التي تجمع المفاهيم التي تعلمناها في آخر عرضين. لنفترض أن 4x زائد 3 أقل من سالب 1. دعونا نجد جميع قيم x التي تحققها. إذن أول شيء أفضل أن أفعله هو التخلص من هذه الثلاثة، لذا دعونا نطرح 3 من طرفي هذه المتباينة. إذن الجانب الأيسر يصبح 4x، يتم حذف هذه الثلاثة وينتهي المطاف بهذا إلى الصفر. لا يوجد سبب يدفعنا لتغيير المتباينة بعد، نقوم فقط بالجمع والطرح من كلا الطرفين. في هذه الحالة نطرح، هذا لن يغير من المتباينة طالما أننا نطرح نفس القيمة. لدينا ناقص 1 ناقص 3، هذا يساوي ناقص 4، ومن ثم سوف دعونا نرى، يمكننا أن نقسم طرفي هذه المتباينة على 4. مرة أخرى عندما نضرب أو نقسم طرفي متباينة على عدد موجب فإن هذا لا يغير المتباينة. إذن لدينا x في الجانب الأيسر، x أقل من سالب 4 تقسيم 4 تساوي سالب 1. إذن x أقل من سالب 1، أو يمكننا أن نكتبها بصيغة الفترة، جميع قيم x من سالب ما لا نهاية إلى سالب 1، لكن لا تشمل سالب 1، لذا نضع أقواسا هنا. دعونا نقوم بحل مثال أصعب. لنفترض أن لدينا 5x أكبر من 8x زائد 27. إذن دعونا نضع جميع عبارات الإكس على الجانب الأيسر، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي أن نطرح ناقص 8x من كلا الطرفين. فيصبح الجانب الأيسر 5 ناقص 8x، هذا يساوي سالب 3x. لازال لدينا إشارة أكبر من، إننا نقوم بإضافة أو طرح نفس الكميات على كلا الطرفين. يتم حذف 8x هذه ويتبقى لدينا 27. إذا لدينا سالب 3x أكبر من 27. الآن كي نحول هذا إلى x علينا أن نقسم كلا الطرفين على سالب 3، لكن تذكروا عندما نضرب أو نقسم طرفي المتباينة على عدد سالب نعكس المتباينة. إذا قسمنا كلا الطرفين على سالب 3 سيكون علينا أن نعكس هذه المتباينة. سوف أنتقل من إشارة أكبر من إلى إشارة أقل من، والطريقة التي أتذكر بها الأكبر من هي أن الجانب الأيسر يبدو أكبر، هذه هي الأكبر من، هذه إذا تخيلتم هذا الارتفاع فإن هذا الارتفاع أكبر من ذلك الارتفاع، وهو عبارة عن نقطة، لا أعلم إذا كان هذا يزعجكم أم لا، هذه أقل من، هذه النقطة أقل من مسافة ذلك الانفتاح الكبير، هكذا أتذكرها. لكن على أي حال 3x تقسيم سالب 3، إذن بما أننا الآن قد قسمنا كلا الطرفين على عدد سالب فيجب أن نعكس المتباينة من أكبر من إلى أقل من. وفي الجانب الأيسر يتم حذف السالب 3، نحصل على x أقل من 27 تقسيم سالب 3، أي ما يساوي سالب 9، أو برمز الفترة سيكون عبارة عن كل شيء من سالب ما لا نهاية إلى سالب 9، ولا نشمل السالب 9. إذا أردت أن تمثلها على خط الأعداد فسوف تبدو هكذا، هذه تكون سالب 9 وربما أن هذه ستكون سالب 8 وهذه سالب 10. سوف تبدأ من سالب 9 ولن نشملها لأنه ليس لدينا إشارة مساواة هنا، ونأخذ كل شيء أقل من
ذلك نزولا كما نرى إلى سالب ما لا نهاية. دعونا نقوم بحل مسألة متشعبة. دعونا نفترض أن لدينا 8x ناقص 5 مضروبة في 4x زائد 1 أكبر من أو تساوي سالب 1 زائد 2 مضروبة في 4x ناقص 3. الآن ربما أنها تبدو صعبة، لكن إذا بسطناها خطوة بخطوة سوف ترى أنها ليست أكثر صعوبة من أي من المسائل التي قمنا بحلها. إذن دعونا نبسطها. دعونا نوزع هذه السالب 5. دعوني أقول 8x، ومن ثم نوزع السالب 5. سالب 5 ضرب 4x تساوي سالب 20x. عندما أقول سالب 5 فإنني أتحدث عن سالب 5 هذا كله، ثم إن هذا سيكون سالب 5 ضرب 1 تساوي سالب 5 أكبر من أو يساوي سالب 1، ثم 2 ضرب 4x تساوي 8x، 2 ضرب سالب 3 تساوي سالب 6. والآن يمكننا أن ندمج هاتين العبارتين، 8x ناقص 20x تساوي ناقص 12x ناقص 5 أكبر من أو تساوي. يمكننا أن ندمج الثوابت، سالب 1 سالب 6، ومن ثم يتبقى لدينا أكبر من أو يساوي سالب 7 زائد 8x. الآن أفضل أن أحصل على جميع عبارات x في الجانب الأيسر، لذا دعونا نطرح 8x من طرفي هذه المتباينة. إنني أطرح 8x هذا الجانب الأيسر، سالب 12 ناقص 8 تساوي سالب 20، سالب 20x ناقص 5. مرة أخرى لا يوجد سبب لتغيير المتباينة بعد، كل ما نفعله هو أننا نبسط الأطراف أو نجمع ونطرح منها. يصبح الجانب الأيمن هذا يتم حذفه، 8x ناقص 8x تساوي 0. إذن يتبقى لدينا سالب 7. والآن أريد التخلص من سالب 5 هذه، لذا دعونا نضيف 5 لطرفي هذه المتباينة. يتبقى لدينا في الجانب الأيسر سالب 20x، هذه الخمسة يتم حذفها. لا يوجد سبب يدفعنا لتغيير المتباينة بعد، سالب 7 زائد 5 يساوي سالب 2. الآن وصلنا إلى نقطة مثيرة للاهتمام، سالب 20x أكبر من أو تساوي سالب 2. إذا كانت هذه متباينة، أو في الحقيقة أي نوع من المتباينات، فسوف نقسم كلا الطرفين على سالب 20، لكن علينا أن نتذكر أنه عندما نضرب أو نقسم طرفي متباينة على عدد سالب فعلينا أن نعكس المتباينة. دعونا نتذكر ذلك. فإذا قسمنا هذا الجانب على سالب 20 وقسمنا هذا الجانب على سالب 20، كل ما فعلته هو أنني أخذت هذين الجانبين وقسمتهما على سالب 20. علينا أن نعكس المتباينة، الأكبر من أو يساوي تصبح أصغر من أو يساوي، هذه تحذف ونحصل على x أقل من أو تساوي، يتم حذف الإشارات السالبة، 2 تقسيم 20 تساوي 1 تقسيم 10. إذا أردنا كتابتها برمز الفترة فإن الحد الأعلى سيكون 1 تقسيم 10، ولاحظوا أننا سوف نشمله لأن لدينا إشارة مساواة. أقل من أو يساوي، لذا سوف نشمل الواحد على 10 وسوف نتجه وصولا إلى سالب ما لا نهاية. كل شيء أقل من أو يساوي 1 تقسيم 10، هذه طريقة أخرى لكتابتها.
ومن أجل المتعة دعونا نرسم خط الأعداد. ربما أن هذا سيكون الصفر، هذا الواحد، ربما أن 1 تقسيم 10 يقع هنا. كل شيء أقل من أو يساوي 1 تقسيم 10، إذن سوف نشمل 1 تقسيم 10 وكل شيء أقل منه. سوف يكون من ضمن مجموعة الحل، ويمكنك أن تجرب أي قيمة أقل من 1 تقسيم 10 وتتحقق من أنها ستحقق هذه المتباينة. استمتعوا بوقتكم.